اليوم يا شباب راح نلف الباكت البهد الاسطوريه وراح نعرف اذا هي اسطوريه او لا. خلونا نبدا. يا هلا والله. اليوم جاي لكم حلقه جديده من لعبه روبلوكس بلوكس فروت، وراح نفتح بالبدايه فاكهه بحظ واحد من المتابعين، وكالعاده يا شباب تعليق اللي يجيب اكثر عدد لايكات هو اللي راح نفتح بحظ فاكهه. فالموضوع سهل جدا، بتعليق كل الشباب يعطونك لايكات كذا راح تضيق. راح هنا الحين جرب الجلتش، يسمونه جلتش قفصتين، تقول لو سمح ابي فاكهه أسطورية لو سمحت. وهذه الفاكهة بحظ المتابع الأسطوري اللي راح يطلع اسمه الآن. يا رب أنا بتحمس وياك ترى. لا طلع لا أحد يجرب هذا جلتش ترى، ما يشوف تجي بالستور. أوكي كم عندنا حبة؟ كيف صار منها ثلاثة صح؟ أنا قايل لكم يخرب بيته. خلونا الحين يا شباب ننتقل لمهمتنا ونروح هناك ناكل فاكهة الفهد. وصلنا يا شباب لجزيرتنا وخلونا ناكل الفاكهة الأسطورية. شباب أول مرة اجربها، ما عندي خبره فيها ابدا. بسم الله يا رب ان شاء الله اسطوري، ان شاء الله انها تكون اسطوريه فعلا يا رب. وهذه الفاكهه يا شباب تشوفوا، شوف 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 احلى من ياكلها ايه القم. اي والله يا شباب الحين نحط عليها. اوكي كات ما في قمني، ناخذ المهمه يا شباب. شباب جرب. والله ما ادري، اخاف اني اتصفق يا عيال، اخاف اني اتصفق. اوكي ما عندنا الا حركه اساسا. وين مكانهم؟ خلينا نشوف اشكالهم. هذول خلونا ندورهم يا شباب. داخل معقوله؟ داخل هنا معقوله؟ هم هنا ما في. يوه وينهم؟ معقوله هناك؟ لا هذه الجزيره والله كبيره يا عيال ترى. والله ما ادري هم هنا، والله ما ادري. تعال خلينا ندورهم يا شباب. جاري البحث على الاعداء. اوكي انا مو قاعد اشوف اعداء، بس شفت صندوق وانا ما اقدر اقاوم. لو انه ما يعطيني شيء. بس ما قول هذول هم؟ لا احس هذول اقوياء. مو هم والله، مو هم. لا خلينا نجرب عليهم. ايوه ياما ما نقص شيء منه. انقلع انقلع. ولا لها اي قدره صح؟ ما ادري وين راح. وهذا هو وانا شويه فجره. خلينا نصفقه بالاسلوب يا شباب. عاد ما شاء الله احب لانه الاسلوب يا شباب. يوه ما قاعد يتدمج، ما قاعد يتدمج، بس اني انا ترى قاعد اكابر يعني الا اذبح. يا اخي تكفى موت يا اخي ترى. ايوه يا سلام 50 ارجوك. الله يخرب بيته وقف عند 49 اي النذل. الحين انا ما ادري وين هذول اللي حقين المهمه اللي جماعه. انا احس اني صعبت الموضوع. احنا هنا مهمه واخذنا من هذا، المفروض انها تكون حوله حواليه صح ولا لا؟ بس انا احس اني هذول هم صح؟ اي والله هم. قاعد المشكله قاعد ضغط كليكات على بالي شو اسمه فاكر. يا اخي تكفى لا تطق يا اخي، اصبر يا ابن الحلال. تكفى انت تستطيع. يلا ما فيها ولا كليك. يخرب بيتها ليش ما يحطوا لها كليكات؟ ليش؟ شوف يقول كليكات ليفل 300. يا ساتر انقلع يا شباب. يمكن لاول مره تشوفوني مستخدم شو اسمه هاك التنبؤ، لكن ما ابي اندمج اندبو. احلى يا شباب والله الوضع صعب، مو نفس الكوتسني ومو نفس التيركس. احلى فتحنا حركه جديده، فتحنا. انا ادري ان القدره بالحركه الجديده. هذا وش وين راح؟ هم تكتين الشباب. هذه فاكهه الفهد. يوه هذه صورتها. ما حسيت فيها قدرات الفهد ابدا. هي قريبه الحركات الشخصيه يا شباب. ادمج لي يا شباب. اللي تابع الانمي الفهد يعني يعتمد كثير على حركات زي الاسلوب اصلا، فالمفروض سووا لنا اسلوب الفهد. احلى قربنا على 100 يا شباب. شوف انا ادري للمية سهل زين، لكن بعد المية صعب. والله انا ادري انا عارف الوضع يا شباب، اذا بعد المية بناكل هواء. اخي تكفى موت باحترام. حلو خمس، شوفوا ما زادت واجد. زين شيل هاك ونجمعهم، حاول انه اثنين مع بعض. ايوه حلو. في واحد ثالث ولا لا؟ الو ايوه تعال حقني. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. احلى سبايدر جاي يا شباب. انها النجده، اسطوره من يومك يا سبايدر. انها بالاعلى للقوات المسلحه. فزع لي معناته راح نلفل اسرع واسرع يا شباب. اديها ما ترحمهاش. انها بالاعلى محنط يا شباب. قاعد يقول يسوي تحالف. اوكي عشان ما اكل هواء نسوي تحالف. اكلت هواء يا شباب تمام وخلاص. الحين ضبطت يا شباب. الحين نرجع نرد الفاكهتنا. لو راح يتم الدعس، احلى ناب بالدنيا القم. شفتوا كيف فزعته يا شباب؟ بايدر وفزعاته الاسطوريه، بس ما ادري وين اختفى. هو هناك. انا اللي مضيع. انني قادم. ما
ام ام الفاكهه زبال. يا اخي لا تصفقني بوكسات يا اخي. يا جماعه ام الفاكهه زبال والله. نبي نوصل ليفل 100 شباب، ما بقي شيء راح نقدر نوصل ليفل 100. ولا تنسون شباب تابعونا واللايك والحركات والبركات. ها اوصيكم وانشروا الحلقه عند اصدقائكم عشان يشوفون كيف الفاكهه قاعد تلفل. ضبطوا بالديسكورد في فعاليات وحركات وبركات وراح نسوي سحب فاكهات. مركزين شنو فاكهة دائمة؟ اوه سوينا المهمة يا شباب. طنا المهمة عشان يدعس، عشان يتم الدعس. ان شاء الله انه ما يكون تلفيلها صعب. بمساعدة الشيخ الزبايدر راح نستطيع ان نلفلها ان شاء الله بسرعة. احلاه 100 كفو. تعال نجرب حركة المية يا عيال. طبعا الحين لو انه معي بالمكالمة كان قال لي بالغلط. ايوه وصفق هذا. هذا وش؟ وات؟ شباب الحركات غريبة عجيبة والله. الحركات غريبة عجيبة، حركاتوس غريبتوس عجيبتوس. احلى 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 من يصب. يا جماعة طعون الفاكهة اسطورية مقارنة بعد خصيصا، يعني اكيد بوقتها كانت شيء خرافي بس انا واو انفجار وقتها اكيد فاكهة يعني اوه تمام. بس انا اقصد بعد ما نزلت التيركس وبعد كوتسني وبعد التنين، والتنين احتمال انها تطور ويجيها ابديت اكيد انه راح تغير فيها اشياء. هل توقعون ان شو اسمه اسطوريه زي اول ولا ما فيها كليكات؟ وهل تتوقعون ان فاكهه الفهد راح يجيها توقعون هالشيء يا شباب؟ وهذا مو مدمن. ايوه انا والله يا شباب انا ما ادري من طقيت اصلا، انا ما ادري من طقيت. توقعون يجيها تحديد نفس الثانيه ولا لا؟ لا طيرت اخر الدنيا. القم وين اللي طيرناه؟ لا 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 خلينا نجرب عليك الحركات الجديدة. أنا اللي والله جرت على نفسي الحركات الجديدة. يا جماعة هذه معقولة لازم تأييم؟ والله إني مستغرب يا شباب يعني. وأنا ما راح أحكم على الفاكهة إلين ما نوصل ليفل 300 ونسوي هنا أنا راح أحكم، لكن لحد الآن لا الفاكهة عادية جدا. بالعكس يمكن في فواكه أفضل، في فواكه ممكن تكون أفضل منها وأقوى منها مع أنها مو أسطورية، أقل منها مستوى، لكن دامج حق حركاتها وبركاتها أفضل من هذه. بعدين لو نبي نقارن فاكهة الضوء، ترى شباب فاكهة الضوء لها كليكات، هذه ما لها كليكات، مع أن الفهد المفروض يكون لها لأنه هو أساسا فهد. فكرة ولا ما فهمت؟ واو صدمت سبايدر. ايوه يا سلام ما ذبحنا احد منهم. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. يا جماعه هذه القذيفه وش ما تأيم على احد، لكن احنا نستطيع. طيرتهم من عند سبايدر يا شباب. سبايدر خلهم انا اسطرهم. ايوه هذا يا سلام شفتوا والله الايم زبال يا شباب. ايم الفاكهه مو ايم يعني. انا احطها براس الفاكهه وانتم قولوا لي ايش رايكم، قولوا ايش رايكم الفاكهه السبب ولا انا السبب؟ شو ما تجي فيهم مستحيل. يا سلام فعل هاك التنبؤ نستخدمه كثير عشان وشو يعني تقوى شوي. ارجوك تقوى يا هاكي. انا ما ادري كيف اساسا يلبل الهاكي يا شباب، بس استخدامه كذا يخليه يتطور. حتى يا جماعه الدنيا شفافه مش شو صاير، والله الدنيا شفافه يا شباب. ايه ده ايه ده يا شباب ايه ده يا عيال، ما ينفعش كذا والله ما ينفعش كذا والله. تعال حط هذا كذا. يا سلام حط هذا كذا. المشكله كل واحد لازم ضربه فهمتوا؟ يعني لو في كليكات كان تمام اختصر واجد، بس انه الحين لازم تعبي الايج وضع الوضع. هاكي التنبؤ اكشفهم ما اشوف احد يا شباب، معقوله ما رسمنا؟ يا اخي هاكي التنبؤ اكشفهم يا اخي خلينا نشوف يا اخي. هذا واحد زين. اخش سبايدر يا جماعه يا جماعه الضربات كلهم. ما ادري ايش اسوي يا شباب، تجنني الفاكهه والله. يا رب انها عقب التعب انها تكون تمام. يا رب يا ربي عقب التعب انها يا رب. واو كذا كنت تعطيها طقه واحده والمفروض اني اعلق. واه نجرب الحركات من جديد زي كذا كانها لكمات واجد عرفتوا. ايوه اوكي خلونا نروح ناخذ المهمه يا شباب، خلونا بعد نشيك اساسا المهمه الثانيه كم باقي لها. هنا عندنا مهمات كثير بهذه الجزيره، فلو انا نشوف الوضع وشو نجي هنا. اوكي عندنا هنا المهمه الثانيه متى اي ليفل؟ 100 اوكي بعد 25 ليفل ممتاز. لو انا يا شباب ننتقل للمهمه اللي بعدها ونرجع لكم. ونرجع يا شباب بعد ما رحنا للمهمه الثانيه وصلنا 1125 يا جماعه والله تعب كعبه يا جماعه راح انفسي يا شباب خلاص تكفى.
الله لا تكفى خلاص تكفى والله متعبة بس ما ادري وينهم. المهمة الثانية الشباب دورهم هنا. يمكن هذول توقعون هذول الشباب بس الاكس بي 27 مليون مع دبل وحركات رفع على الدبل يا شباب. الاكواد كلها استخدمتها ما شاء الله. خلينا نجرب. ايوه هم هذول هم. تعالوا ندعس ابو ابوهم تعال شباب شرم برم برم برم. يا سلام يا جماعه شكرا لسبايدر انه انقذني وجا وياي. لأن صراحة مو سهلة بالتلفيل الفاكهة والله ما هي سهلة أبدا. حلو تتوقعون يمدي اللبلها بسرعة يمدي يا شباب. حاليا الفاكهة هذول ماكلين فاكهة والله مو سهلين. أحد يجمد نائبي ابتعدوا. دعسناهم اثنينهم دبل كل يا شباب. والله مو سهلين هذول أقوياء يا شباب. خلونا نجرب هنا كذا. يا ساتر يلا ما بقى شيء يا شباب. نحن نستطيع نعطي كذا. حلو حلو بس والله الفاكهة الفاكهة اعترف لكم انها متعلمة الماجد علينا. حلو راح ناخذ المهمة والله بعيدة بعيدة مرة المهمة يا شباب. طيب كذا كليكاتكم. اوه يا بعدكم بعدا اننا ذاهبون الى اخذ المهمة. لقد عدنا يا رجالة. اخذنا المهمة طبعا المهمة السفر تروح تاخذها وترجع هذا اساسا. المفروض اغير فاكهة الضوء زين وبعدين اجي يا اخي تكفى 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 يا جماعة. الفاكهة حتى ايمها مقلوب. معليش انا ادري اني قاعد انتقدها كثير لكن مقارنة بالفواكه اللي انا جربت اول ما في اي مقارنة يا رجالة. النائب وين هناك النائب؟ اكيد جهز لنا المنوب اللي نبي نصفقهم. يا جماعة والله اني نذل يعني هم مو منوب لكن انا النائب كذا اشوفهم منوب لانه هو قاعد يساعدني لان الرجال ماكس فهمتوا؟ رجال مكوسي انا الف تو باقي لي الف ثانية وشوي الله مكس فاكيد فرق القوة له شاسع. اوه تسعة انا عبالي ثمانية عبالي سبعة اصلا. اوكي بالغلط صح انا ادري بيقول بالغلط انا عارف انه بيقول بالغلط انه هذا عدد. ومثل ما تشوفون يا شباب وصلنا الى ليفل 1147 يعني قربنا. وليفل الفاكهة وصل 243 يعني قربنا يا عيال يعني 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 نحن نستطيع ان شاء الله يا شباب. ما ادري اذا الحين راح نفتح مهمة البوس. يمه هذا قرب عندي فعل هاك التنبؤ. شلون فعلته ولا كان اللي قامت يا شباب. تعال خلينا نجرب عليك هذه. جماعة مو قوية ضربة ال 200 مو قوية بس ما ادري اذا هي تطير الشيء بس تخليه يروح اخر الدنيا. هلو فتحنا مهمة البوس خلنا نادي. دقيقة سبايدر صديقي اكتب السديسي. ايوه هنا مهمة وين هذه البوس يا شباب. ترى انا الكيبورد عندي انجليزي عشان كذا قاعد اكتب غلط. البوس حتى كاتب مهمه مهمه ما ادري البوس برسمه او لا بس حتى صار ما ادري وين مكانه. تمام بس خلونا ناخذ مهمته اول شيء. وبما اننا فتحنا موضوع الكيبورد يا شباب وش تنصحوني بكيبورد مستخدمين البي سي يعني وهذا وش الكيبورد الخيالي. وين البوس؟ مع القائد يدرك كل شيء والنائب يدرك كل شيء. شوفوا يقول تعال هنا. ايوه وين البوس؟ لا تقول لي ده من البوس. خلونا نشوف شباب. من البحريه ياما شكله سموك. والله سموك يا شباب عرفته والله اني عرفتك. وين انا فاكهتي هذه حق التطير والله ياما تكفى موت والله العظيم بالغصب تكينا من ضربه من ضرباته. هاكي ودنيا ارجوك كفو يا شباب قضينا على الفوز والله العظيم شغل عدل. ما في شيء هنا ثاني؟ لا شكله ما في. لا ما اعطاني. لا من يرسبن من يرسبن نروح لا لا مو قاني لا مو ثاني ديلو نروح نكمل يا شباب مهمتنا وتلفيل فاكهتنا. باقي لنا يا شباب شيء بسيط 49 ليفل ونقدر بعدها نتحول وحركاتك بركاتك يا ابو عبد يا سطار ملك البحار. نجي ناخذ المهمه يا عيال. انا مره متحمس انه يعني احنا شباب نحن نستطيع ان شاء الله نحن نستطيع ونجرب الفاكهه بالتحول ونعطيها قيم النهائي. الفاكهه تبين معانا بعد ما وشو خليها تحول. بعدين يا شباب سؤال هذه الفاكهه هل لها ايقاظ ولا لا؟ اعتقد لا مع انه بالانمي يا شباب اعتقد انه صار فيه ايقاظ للفاكهه. انا ما ابي احرق لكن
بالانمي صار ايقاظ الفاكهة الفهد، يعني هو مو بالانمي، بالانمي اعتقد ما طلع شيء، بس بالمانجا طلع شيء، مع اني انا ما تابع المانجا بس شفت يعني بعض الحرق والحركات. بالضبط يا عيال بالضبط، انا ما انصحكم تشوفون ملخصات يوتيوب لانه صراحة قاعد تحرق كثير كثير، فانا قمت وشو ما تابعها. بس ليش تطلع لي؟ لاني دائما ابحث عن روبلوكس والفواكه، فبما ان الموضوع مترابط ببعضه فهذا اللي قاعد يصير معانا يا شباب، هذا اللي قاعد يصير معانا. هذا مو مدمج، خلينا نشوف لنا واحد مدمج. مدمج كمل كمل، بعدين انا اسوي طير طير، سوي دمج دمج، طير 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 دنك. يا جماعه متعب الفاكهه والله، الفاكهه اللي وغير كل الفيله ما شاء الله، كل الفواكه الجديده من اريح. بالضبط بالضبط يا شباب، هذا اللي انا اتمناه. مع انه فاكهه يا الله قاعد تلف، والله تلف البطيء يا عيال، فاكهه مره بطيئه. تشوفون الحين 54، لما نخلص المهمه الجايه راح تشوفون والله ما ادري قاعد تزيد لفلين لفلين هي او لفل لفل، يعني انا الحين صرت لف اسرع منها يا شباب، انا لف اسرع منها والله. نحتاج الى نحتاج الى كليكات، والله الكليكات مره مريحه، مره مره في فرق كبير يا شباب، يعني صراحه مره مريحه، مره 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 100 مره بعد مره واحده. مبدئيا ان شاء الله ان تكون الفاكهه بعد 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 التحول افضل ان شاء الله. ما ادري كم قاعد تزيد ليفل، قاعد تزيد 10000، قاعد تزيد 100000، قاعد تزيد 100000 صح؟ اي اي 100. طيب طيب لما اخلص المهمه الفاكهه يزيد، تدروني ما ركز، بسم الله ترى صدق ما ركز يا عيال، ابي لا خلصت المهمه وش يطلع. اوه تعطيك كذا من بعيد، انها الخدعه. لا 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 لي يا هم لا لي، الله عليك الله عليك الله عليك، لقومي طيرت فوق يا شباب، هذا وطاح وكذا، بعدين تعطيه كذا عشان تحاول تشيل هذا وياه. وين بلوكس؟ وين انا مشوي يا شباب؟ ايه 94 تمام. لا لا قاعد تزيد قاعد تزيد، كل ما خلصنا المهمه قاعد تدرون وش بغيت اسوي؟ والله بغيت اروح اذبحهم من غير ما اروح اخذ مهمه، طبعا المهمه هي اللي تعطي كثير يا شباب والله. اوكي كويس كويس 48، يعني هانت هانت 42 ليفل يا شباب، يعني ثلاث ايام والله كذا، تحسها مره طويله تلفيله الفاكهه، بس بيخلص شنو انه بيجربها يا شباب المهمه هذه والمهمه الجايه، نشوف هل هذه الفاكهه تستحق العناء؟ ولا ما تستحق العناء؟ تستحق العناء؟ قاعد فكات والله نسيت والله. شو تعودت على الفواكه الفخمة يا شباب؟ طبعا اللي ما جرب الكوتسني ولا التيركس لا يسولف على الكريك، والله والله جرب الفاكهتين وتعرف قيمة كيف هي اساسا قاعد تخدمك، والله العظيم دلع 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 يا شباب، دلع الكريكات. تعال تعال بسرعة بسرعة، حلو يا رب. الفاكهة 260 40 ليفل يا شباب، خلونا نلفلها ونرجع يا شباب، خلونا نكمل كم ليفل ونرجع يا شباب، ونرجع يا شباب ونروح للبوس بما انه رسم من جديد، لازم ندعس امه، واساسا ما بقى شيء خلاص يا شباب 19 ليفل وتلفل الفاكهة، يعني بهذا بحد ذاته انجاز، بحد ذاته انجاز. يا رب يا رب نفعل الهاكي، يويو نحن نستطيع بيتك، والله تفادى ضربة قوية. اين ذل يمه القم، لا 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 يا رب ابعد عني، لا هذه الحركة القوية يا جماعة، يا جماعة نذل والله نذل، القم يا سلام يا سلام. الحين نرجع نكمل مهماتنا عشان يا شباب ناخذ الليفل الاخير لهذه الفاكهة الاسطورية او الغير اسطورية، راح نحكم عليها بنهاية حلقتنا يا شباب، بس يا رب انها تكون اسطورية يا شباب، يا رب يا رب يا رب انها تكون اسطورية صراحة، ما نبي شو اسمه. بالضبط يا شباب، يعني متخيلين انتم الفاكهه تعبنا عليها يا شباب، تعبنا عليها ولفلناها، وبعدين من اغلى الفواكه ترى قيمتها 3000 تمام، بالنهايه تطلع ويط ويط، لا مصيبه هذه، يعني ما نبي الفاكهه تطلع ويط ويط، لازم تكون قويه يا شباب. القم هذا اول الضحايا من بعد جبناه، نقبل وندعس يا جماعه، متحمس ان الفاكهه تلف ونوصل للليفل المطلوب، متحمس ابي اشوف تحول وش يسوي، تحول وش يسوي، هل التحول راح يعطينا كليكات؟ انا ما ادري صراحه، لكن نبي نتاكد ونجرب تمام، هل راح ناخذ كليكات ولا لا؟ زين، وهل بعد التحول تكون قويه ولا نفس الضربات نفس كل شيء بس ان شكلنا تغير؟
الشكل نتغير ما استفدنا يا شباب، احنا ما نبي الشكل يتغير، احنا نبي الاداء اللي يتغير، نبي القوة اللي تغير، نبي الضربات والحركات هي اللي تغير، نبي الدمج يتغير. دمج مرة نوب يا جماعة، يا جماعة من كثر ما لب الفاكهة هذه وخذت وقت معانا. تمام، احس اني جعت يا شباب. 88 يعني 12 ليفل. هانت يا عيال، هانت يا رجالة، هانت يا رجالة. نحن نستطيع ويا رب انها تسوى، يا رب انها تسوى. اتمنى ذلك يا شباب، لان اذا حولنا ما تسوى فهذه مصيبة. تعالوا خلينا نحط هذه الليفلات كلها بالفعل. يا سلام، ان شاء الله ان الدمج حقها كذا يزيد وتكون قوية يا شباب. كلكو 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 كلكو، اديها ما ترحمها، سوي لك كذا، طير اثنين هذول مع بعض، عرفتوا؟ يا سلام، مندمج ولا لا؟ اوكي ندمجك، تعال. القم مات ولا لا؟ لا والله ما مات يا شباب، الدمج ماله تمام والله، الدمج ماله مو تمام. ما اني مقتنع بي. ايوه يا شباب، خلص الدبل اكس بي، شريت دبل اكس بي ساعة عشان كذا اللفل اسرع. طبعا انا اقصد لفلي انا مو لفل الفاكهة، تمام؟ فقلت وشو؟ ان نستفيد لفل الفاكهة ولفل انا المهمة الجاية. انا لفلت وفتحت كل المهمات وهذه للحين باقي، الله يخرب بيتها. هذا وين حاط دبل اكس بي حق الفواكه؟ شلون لو انا ماني حاط؟ كان والله اللي قمنا. يا ساتر، ارجوك انت تستطيع يا سطار ملك البحار. مدري مات من بعد ان ذبحناه. اي والله انت تستطيع الضربه الملتهبه. حلو، باقي لنا 9 لبلات. هانت يا رجاله، هانت يا اصدقائي، هانت. ارجوك يا حضرة اللي تعطينا مهمات، خلنا نصمل 9 لبلات هذه، اللي احس منذ قديم الزمن وحنا نجاهد. تسوي كذا بعدين تعطيها كذا، طيرهم كلهم راحوا، بعدين تعطيها كذا. ايوه هذا مو مطقوق اصلا، هذا مدمج يا شباب. تعطيه كذا مدمج ولا مو؟ هذا مو مدمج. وين المدمجين يا شباب؟ طبعا نضرب المدمجين لان يختصرون علينا كثير يا شباب. الله اللي قمنا يا شباب، ما حد مدمج، ما حد دا شغل الهاكي، بعدين تعطيهم كذا الهاكي. انطقيت يعني انا انطقيت يا عيال. اندبغ، عطى ادب. يا سلام يا شباب، ثمن لفلات يا شباب. لقد هرمنا، لقد تعبنا والله يا شباب، تعبنا. هذا وش سبايدر يا جماعه؟ مو صاحي، شكل مقلش عند الدنيا، نكمل اللفل، نكمل ونحن نستطيع. انا قلت لكم شكل مقلش عند الدنيا يا شباب، لكن نحن لها ما بقى شيء يا شباب. هذا قام يدمجون فيني، قام ابتعد. تعد يا قارودة. شباب من يذكر شخصية قارودة؟ والله أغلبكم ما يذكرها. أنا أدري أن أغلبكم ما يذكرها، لكن أنا أذكرها يا شباب. وأعطيها دعوسي. نروح ناخذ مهمتنا يا شباب. كم باقي؟ 7 لفلات. ليش ما قاعد تزيد بسرعة؟ كل ما لفل تطول يا شباب، كل ما زادت قوة الفاكهة زادت مدة تلفيلها. يا لبيبي، يا نخاعي. يا جماعة اللي بلفل فاكهة لازم يحط عنده شو اقول لكم، صندوق شيبسات وحركات وبركات، لان للامانة يعني الموضوع مرة يطول. القذيفة ما وصلت، هذه توصل، ولا منهم شيء وصل اصلا، الله يخرب بيتك. لقد تجمدنا. حلو، مات واحد، ثاني وينه؟ ثاني شكله طاح. لقد ضميت يا شباب، لقد اتاني الظمأ، وللحين الفاكهه 6 لفلات. يا مجرمين، انتم تستطيعون. والله متعبه. شوف ترى شكل سبايدر ملقلقه عند الدنيا يا شباب، سبايدر ملقلقه عند الدنيا يا عيال. كان يضرب الهواء قبل شوي، القنبلة من بعد اشتغلت. ليه ما في ام اسيست يا شباب؟ وين الام اسيست؟ شيل يا مدير، نصير حنا ام اسيست ونقيم الشباب. تخيلوا يا جماعة اللعبة ام اسيست ونركب ام، خليه يقيم عندنا بعد. لكم ان تتخيلوا لو ان هذا الشيء موجود، كان زاد سهولة اللعبة، وكان كل ضربة تأتي بمحلها. يلنا. الله عليك يا كرة اللهب. بقلنا واحد. الله يا شباب، بقلنا 5 لفلات. 5 لفلات. بقلنا 5.
انت تستطيع يا سطار ملك البحار. واللي يوصل هذه اللحظة يا شباب تب بالكومنتات لقد وصل، هذه كلمة سر بين وبينكم يا شباب، اللي يقول لقد وصل فينا تابع الحلقة الى نهايتها وقدر انه يتابع وقدر انه يصمل وقدر انه يشوف التعب اللي تعبناه والشأ الذي شأيناه، ويا هم لالي يا هم لالي. ونكمل يا عيال ونكمل يا عيال. قلت لكم ان صديقنا سبايدر انه لديه لاق، تعطيه كذا عشان هذا يموت. ايوه نشوف وين اللي دمجهم ونساعد صديقنا من بعد. يا سلام، ذكرني بكابتن ماجد يا شباب هذه الحركة، شكلها هذه فاكهة ماجد ماجد وليست فاكهة. احلح احلح يا سلملم يا سلملم. الله الله الله، الضربات البعيدة بعيدة والقريبة ما هي قريبة. الله عليك الله عليك شباب، ثلاث الفلات يا شباب. نحن نستطيع نحن نستطيع. سبايدر ليش مشيت؟ هذا موجود قايل لكم انه ماكل فاكهة لاق لاق. انا ادري انا ادري يا سبايدر ان النت عندك سيء جدا جدا سيء جدا جدا، لكن نحن نستطيع يا سبايدر. الله باقي لنا لبلين لبلين لبلين. اخ يا قلبي ارجوك يا فاكهة الفهد لب لي الله يرحم والديك ارجوك. يا جماعة الفاكهة متعبة جدا والله، الفاكهة متعبة جدا 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 والله والله متعبة. قسما بالله شباب ما فيها كلكات، لازم كل الضربات تشحن عشان تطقهم. تسوي كذا بعدين هذول تسوي لهم كذا حلو، بعدين تسوي كذا. الله عليك الله عليك، تسوي كذا. هذا اسمه خبص خبص فاكهة. طيرني طيرني طيرني، لا توقعني، هذه هي فاكهتنا. انقل عمود يا شباب، قلنا ليفل واحد ليفل واحد بس ليفل واحد بس ليفل واحد بس ونطيح وخلص. طلع الهاكي الله يخرب بيته، ما قام جمدون فيني يمه. سو كذا انقل على اعدائنا جماعة، باقي لنا تركة واحدة يمكن هذا ذبحناه. كنا صرنا نسوي كذا. الله عليك عطني التحول شباب، تحولنا. ايش في صار ثقيل شباب؟ هذا طبيعي الوضع ولا انا ملقلي شباب؟ لا 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 والله شباب ثقيل شباب. يا شباب انا ليش قاعد احس العب بالورد والشنطه؟ اوكي اوكي خلاص خلاص، انا كنت طلعت ضغط هذه بالغلط. عطها يا مدير، عسهم دعسهم. زين في كلكات؟ ايوه لحظه يا شباب، الكلكات ما قاعد يطلع لها مثل الشموع. ايوه في شيء ثاني. ايوه اوكي خلونا نجرب الضربات خلونا نجرب الضربات. زين صرت اسرع، قاعد يطلع مني نار ما ادري ليه يا شباب، ليش طلع مني نار الحين؟ شلون اعرف اذا انفعل الهاكي ولا لا يا شباب؟ خلا عشان ابي اعرف وشو ابي 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 اعرف قوه الدمج يا شباب. قوه شو الحلو اني الان انا سريع مره 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 سريع يا شباب، سرعه خياليه سرعه خياليه يا شباب. بس ابي اجرب الكليكوت زمرة. خلنا نجرب هذا. تعال هنا سوي له كذا، واحد اثنين ثلاث اربع اوكي، 5000 دمج من الكليكات. حلو. لا تحول يا شباب، التحول كويس بس ارجع اقول الى الان هي مو بقوة الفهد، مو الفهد اسف الكتسني، ما وصلت قوتها الى الان، ما وصلت قوة صراحة. هذولاك قوات مرة خيالية يا شباب. انا لاحظ انه يطلع مني نار يعني كذا معصب ولا وشو. واحد اثنين ثلاثة اربعة يا جماعة الايم فيها ليش ما ادري كيف. واحد فيها هذه الفاكهة والله فيها اخطاء يا جماعة، فيها عيب مصنعي صدقوني، فيها عيب مصنعي. انا ادري ما حد مصدقني بس فيها عيب مصنعي والله. تمام تعطيهم كذا بعدين تعطيها كذا. يا سلام تعطيها كذا، احلى شغل. اري لحظة نجرب هذه، لا مو هذه الضربة يا شباب. اثنين دم بعدين تعطيه كذا ايوه بعدين تعطيه. اوكي يا جماعة قاعد دمج بس ايمه مضروب، الفاكهة ايمه مضروب والله يا شباب مقارنة بالفواكه الثانية الايم. خلونا نذبح هذا يا شباب.
يا شباب اعطوني رايكم فاكهه. انا اشوف ان الكوتسني والتيركس والله يعني اوكي صحي قاعد تعطيك شكل يعني حركات، لكن ارجع اقول لكم تيركس والكوتسني افضل. وصلنا هنا يا شباب الى نهايه حلقتنا، شكرا للمشاهده، شكرا سبايدر انك ساعدتني، شكرا لكم جميعا، ونشوفكم يا شباب جديده.